مسلسلات يعني نعم. مثلا واحد من المسلسلات غنى الفنان كاظم الساهر نعم الحاني اللي هي شجاه الناس القيصر، ويمكن اخ قتلت يمكن يقدر يطلعها باليوتيوب. الـ الـ نحتاج اليوتيوب وانت موجود عندنا. نعم نحتاج اليوتيوب وانت موجود عندنا. لا مو صوتي، صوت كاظم. لان انا كاظم لحلت ثلاث اغاني اكيد. شجاه الناس هي مال مسلسل ناديه صحيح، وخليني ساكت لا تحكيني، واغنيه ثالثه ما غناها. وفي وقتها هي اتذكر اول اغنيه كان شرطي علي ان نسجلها باستوديو عبد الله الرويشد. نعم تحيه له طبعا، ولو لي وما شفته وعدني وما جاني. المهم ف دبرنا 15 عازف كمان وثلاثه تشيلو واوركسترا كامله، عزفوا الاغنيه، الاغنيه قصيده. نعم هذا الحكي بالضبط بال 89 نعم لا ترحلي اسمها. فاجاني ابو خالد عبد الله الرشيد قال لي ابو اديب صبيح بك ما غناها الاغنيه، خلي اغنيها انا. قلت له يا ابا حتى لا تصير حساسيه، تريد الحن لك غيرها؟ اي بس انا هالاغنيه اللي ملحنها الكاظم. تريد غيرها؟ قال لي لا، لو هاي لو ما اريد. قلت له يعني حتى لا تصير لا لا يعني انا ما يعجبني شيء مثلا اغنيه يغنوها ثلاثه اربعه ورا شهرتها واحد بس في بدايتها بعدها ما طالعه، حتى لا يصير اشكال يعني اشكال بالعقل اللاواعي اشكال نفسي يصير. اكيد طبعا اكيد. ف كل المطربين العراقيين تقريبا لحنت لهم اكيد. بس استاذي